مرحبا عليكم حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم جبت لكم قصه غريبه شوي. شلون؟ لا هي قصه حب ولا هي قصه من القصص الخياليه اللي يحكونها، هاي يعني قصه حقيقيه 100%. قصه حرب صارت بين قبيلتين، والحرب هذه دامت 40 سنه من ورا مره، اسمها البسوس. شلون صارت الحرب؟ راح ابديكم بيها. هي حرب يعني وقصة طويلة، بس أنا أختصر لكم إياها بارت واحد، أحاول يعني قدر الإمكان أختصر لكم إياها. قبل كل شيء، ذولا قبيلة تغلب وقبيلة بكر، هذولا من جد واحد، من سابع جد. جد السابع خلف يعني مثلا فلان فلان الفلان خلف فلان إلى وصل منو؟ وصل مرة والحارث. هذول اثنين هم اثنينهم ولد عم يعتبرون. مرة خلف يعني 10 أولاد، منهم همام وجساس والجليلة، هذول يعني خلينا نقول اللي من عندهم الجليلة اللي صارت هم بالمشكلة. وربيعة خلف كليب والمهلهل اللي هو يسمونه الزير سالم أو عدي. بعد عندهم أولاد ما راح نذكرهم لأنهم هواي. شلون صارت المشكلة؟ وائل ايش سوى؟ قالهم الحمى مالي راح اخلي تكرمون كلب جرو، كلب يصيح وين يعني بعد واحد ما يسمع الصياح ماله، هذا الحمى مالي، ما حد يستبيح حماي، لا يشعل نار، لا يصيد بيه، لا يخلي الابل مالته والاغنام ترعى، يعني مستحيل، ماكو اي شيء. البسوس عتها ناقة اسمها سراب. ناقة شنو يعني؟ احنا سمي جمل، اكو علامة تعرف جمل، بعير، أنثى البعير اسمها سراب. بس قبل كانت مو مثل هسه، شو هسه سيارات جكسارة ولقزز وتاهو ما أعرف شنو. قبل البعير نفس الأصناف هسه يعني علال البعير مالت الوالد بن ربيعة، علال يسمونه من أفضل نسل البعران. سراب من أفضل نسل البعران، يعني هاي قبل مواصفات عند البعران، هذا غالي كلش غالي يعتبر. طرطيفكم مثل بالسيارة. فهي تريد ترعى الناقة مالتها، أخذتها دغلت، قالوا لها أنت وين رايحة؟ قالت لهم أريد أرعى سراب. قالوا لها ممنوع. قالت لهم شنو ممنوع؟ قالوا لها هاي الحمى مخصصة العلال اللي هو البعير مالت وائل. قالت لهم شنو هذا؟ هي قاع. قالوا لها مستحيل، هاي حمى بس علال يرعى بها، لا تخلين سراب ناقتج ترعى يا علال، ما يقبل وائل. فصارت مشاكل، اجت ضايجه، كلفت ابن همام هو يصير باعتبار وائل ابن ربيعه خاله، لان همام ماخذ ضباع اللي هي سر اخت وائل ابن ربيعه واخت الزير سالم. قالت له لازم تسوي لنا حلقه، انا راح احكي ويا وائل. وائل طرده باعتبار هذا شاب صغير وصبي بعد عمره 18 19 سنه، وائل عمره بالاربعينات وملك صاير، صحيح خاله، بس هاي الامور ما يقبلون الاولاد يدخلون بيها، فهم عندهم احترامات قبل. يقول انت من يحكي ابوك او جدك انت تسكت، ما تحكي نهائيا، من يحكي الاكبر منك ما تحكي، من يقعد الاكبر منك تقعد عدل، نظام قبل عندهم ترى، حتى لو بعصر الجاهليه، بس بالعكس اكو اصول. انا ما شاء الله هسه الاصول كلها بح، لا صغير ولا كبير يعرف الاصول. المهم، فاجا مر ابن ذهل يصير ابو همام وابو جساس وجليله، ويصير رجل اخت البسوس اللي هي بيته يعني امهم، ويصير جد هذا الولد اللي راح حكى خاله. فاجا قالها شبيك؟ قالت له هيك هيك يسوي. قال انا مو منعتك انه تخلين ناقتك سراب ترعى ويا علال، ما يقبل وائل، ليش تسوي لنا مشاكل انت وتسوي مشكله بين اولاد العمومه؟ كل ناقة ما تجي بعدين تخلينا هناك، شوفي لك مكان ثاني ورا. قالت له والله زين، لو جساس ابن اختي موجود كان ما قبل. قال لا تسوي المشاكل. اجى جساس، حكت له جساس يعني صاحب غيره مثل ما قلت لكم، وهذا فما يتقبل هيك شيء. وائل ابن ربيعه كان عنده مشروع يحصنهم ويسوي لهم يعني شلون تطور، يقول لهم شلون عايشه البلدان الباقيه؟ شلون عايشه القبائل والبلدان الباقيه؟ احنا خلينا نصير مثلهم. صير مثلهم، بس هم ما قبلوا. همام كان موافق على مشروع وائل. هاي كلها طبعا احكي لكم اياها بعدين، قصص كلش حلوه يعني، هي قصه الزير سالب يعني فت قصه والله روعه، بس بها ماساه.
ظلت تتلح لما صارت مشكلة. شو صارت المشكلة؟ صار طبعا أكثر من 5-6 مرات تدز ناقتها البسوس حتى ترعى ويعلى. والدنا ربيعة شافها قال لهم هاي منو هاي الناقة المن؟ قالوا هاي ناقة البسوس سراب. قال لهم أنا مو منعتها بعد ما ترعى هنا أنا ويعلال، أخذوها وثاني مرة ذا شفتها راح أقتلها. إجا جساس ورا يعني وقت معين إجا لقى كليب واقف يباوع على الحائط اللي ده يبدونه، قال له ما أريد أسوي كم سور. إجا قال له شلون تمنع ناقة خالتي إنه ترعى وي علال وي الإبل مالتك؟ ضحك وائل قال له ما ترعى ويا. قال له جساس قال الوائل قال له أنت بلك وما يليق بك تتدخل بهيك أمور، فلا تسوي هيك شغلات مو من مقامك. قال له أنت تعلمني وتعلمني الأصول وتعلمني الحكي على والي. قال الجساس قال له شوف، بعد ما يعني اشتد الكلام بيناتهم، قال له شوف ناقة خالتك البسوس إذا شفتها ثاني مرة بهذه الحمى ترعى وي إبلي راح أضربها بسهم بضرعها يعني بصدرها وأقتلها مكانها. جساس قال له إذا خليت السهم مالتك بضرعها راح أخلي الرمح مالي بصلبك بصلبك أخليه. قال له أنت شلون إيش تحكي علي؟ قال له أمك نزلها. قال له لو ما صلت الخرابة بين وبينك كان أعرف شلون أتصرف وياك يعني كذا، لأن وائل كان جزار، وائل كان من أشجع فرسان العرب يعني مو أشجع من عدتهم، لكن كان ذاك الوقت شجاع ما يشغله غبار يعني شجاع بشكل. كان يقولون علي وائل إذا أقل من 50 فارس وراء ما يدير وجهه، لأن ما كان قوي يعني قوي. فراح شحن ثاني يوم هم دزت البسوس ناقته سارة دزتها ترى اجا خلي شافها ترى قال لهم انا مو منعتكم تدزون هاي، ليش هم جبتوها؟ سحب السهم وراها. هاي يعني مو متربية عند البسوس فتعرف الطريق، فجت تركض للبسوس لان هاي مربيتها من الصغر يعني من الصغر مربيتها. هو فمن اي حيوان تربونه يعني يصير اليف اليف على الشخص اللي يربطه. هسه انا هسه عندي هذه بلدونه تسميها تفاحه، هذه بس اصير حلتي مربيها يعني من الصغر. المهم اجت طلعت هي شافت يعني ناقتها خطيئه مضروبه بسهم العفوف دمي اخر من عندها، فقامت تصيح واويلاه ويعني هيجي والله عار هيجي يسوون بيها، بس يعني حيوان ومربي وصار له عمر عده ويموت صعبه يعني قهر. اي فقامت تصيح التمت العشيره عليها. فجا جساس قالت له وين جساس ابن اختي؟ انا اريد جساس يجي. فجا هذا مر بذهول قال انا مو منعتك انت ليش تلعين وتسوي المشاكل؟ قامت تصيح قامت كذا قال راح نطيك بكان عشرة من يعني من افضل السلالات العظم نطيك عشرة، بس سد الموضوع لانه مره يعرف وراد يطلع من هذا المكان من حمى كليب راد يطلع باي وسيله. قل حتى قال البنت قال لزوجك خلي عفنا خل نطلع، لان اذا بقينا راح يصير مشاكل وجوز يصير دم هاي قبل لا يكتب الناقة. ليش؟ يعني حتى الماء منع من عدهم يريد كل شيء إليه. شون هو بوقت قام يسمونه طاغي يعني طغى. اجا جساس سمع لحق كليب، كليب جاي يمشي لحق هو جساس وعمر وياه. فجساس شعل الرمح مالته يجي يحكي ويا كليب قال له ليش قتلت هيك؟ قالوا شعل كليب وضحك طلع بضحك قال له ما توقعتك تهتم لي يا عمر، انت لو صدق فارس وهذا كان ما جيت يعني شلون تهتر العفو تهسر وكذا هيجي